الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان على سيد الأنبياء والمرسلين. First off, I'd like to congratulate the bride and groom and the families of the bride and groom. May Allah subhanahu wa ta'ala bless and have mercy upon this noble relationship. But then I ask all of you to raise your hands in dua, inshaAllah. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept our dua. Allahumma salli ala Sayyidina Mawlana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Mawlana Muhammadin. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بارك الله لكما وبارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وسيدتنا حواء على نبينا وعليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسيدتنا سارة وسيدتنا حاجرة على نبينا وعليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا موسى وسيدنا صفورة على نبينا وعليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا سليمان وسيدتنا بلقيس على نبينا وعليهما السلام. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ورضي الله تعالى عنه وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وأموالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اي پروردگار عالم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما ہماری نیکیوں کو قبول فرما آج کی اس مبارک متبرک مجلس کو قبول فرما دلہا دلہن کے بیچ محبتیں اور الفتوں میں اضافہ عطا فرما مولا ان کو نظر حسد عین سے محفوظ رکھ جو دو خاندان کا میل ہوا ہے میرے مولا ان دو خاندانوں میں الفتوں میں محبتوں میں تعلقات میں رواداری میں خوب برکت عطا فرما ان میں ان کی محبتوں میں اضافہ عطا فرما ان کو حسد سے نظر سے عین سے حقد سے عناد سے محفوظ رکھ میرے مولا ہمیشہ پروردگار عالم ان سے نیک اور صالح اولاد غرینہ وہ آگے چلے میرے مولا ان کو ہمیشہ توفیق عطا فرما کہ ان کے تمام معاملات کو وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر ہی دیکھ کر اپنے معاملات کو طے کریں قرآن کی تعلیمات سے رسول پاک کی سنت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر فرمائیں مولا ان کو توفیق عطا فرما ان کو ایک مثالی جوڑا بنا کہ یہ اللہ اس کے رسول کے تعلیمات پر چلنے والے بہترین یہ نمونہ بنے مولا پروردگار عالم نوجوانوں کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائیں اور ہمیں اللہ کے دین پر گامزن فرما دیں پروردگار عالم مسلمانوں کا بول بالا فرما مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما جو حالات بنے ہوئے ہیں ہندوستان میں اور جگہوں پر مولا مسلمانوں کے حالوں پر رحم فرما ان کو ہلاکت سے محفوظ رکھ ان کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما عورتوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما مولا مسلمانوں کو ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم وہ کام کریں جس سے تو راضی رہے اور وہ کام ہم چھوڑ دیں جس سے تو راضی نہ رہے. اللهم سهل امورنا واشف مرضانا واقض ديوننا
وعافي مبتلانا ويسر علينا زيارة حرمك وحرم النبي سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مرارا مرارا. الفاتحة. اللهم لا تحرمنا من بركاته وانفاسه وعباده وشفاعته في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.